ان هو ياخد احتياجه. يعني انا بروح عند الفكهاني بروح اجيب 3 كيلو 4 كيلو من الحاجه دي، من التفاح او من البرتقال او من الحاجه دي، احتياج بيتي كله نص كيلو، اروح اجيب 10 كيلو ليه ولا 2 كيلو ليه ولا 3 كيلو ليه؟ ما هيبوظ اكيد او هيترمي في الزباله. يبقى انا احتياجي في اليوم رغيفين عيش بروح اجيب 5، يقولوا ما انا اوفره في حاجه تانية هينفعني. لكن للاسف احنا ما عندناش مش عارف سياسه ترشيد استهلاك، عندنا سياسه ترشيد استهلاك. يعني هو رشد بس عشان اسعار، يعني عشان يحصل اسعار بسبب اكيد ما اصل البضاعه دي عرض وطلب، طالما ان هي موجوده في السوق قدامي كتيره اكيد هيبقى سعرها شرائي عليها هيبقى بسيط. لكن لو هي مش موجوده مشكلتنا كلنا بنروح نشتريها. زي ما شفت انت من فتره كان متشار على الفيسبوك في الازمه بتاعه الارز في شهر 5 اللي فات ده، في احدى السلاسل مشارينا العربيه الارز الخمسة طن نزلت، في مجرد ما نزلت المواطنين تكالبوا على الشراء، كل ساب كل حاجه راح يشتريها، حتى اللي كان راح يشتري تلفزيون ساب التلفزيون راح يجيب، والناس بقت تشيل الشكاره وتجري. انت بتاخد 20 كيلو ليه؟ ده انت تحتاج بتاكل كله 2 كيلو في الاسبوع. انت عارف انا سمعت من دكتور في كليه الاقتصاد بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول انا كنت في دوله من الدول واعلنوا عن نقص في سلعه الارز بعد اسبوع لمده 15 يوم لنهايه الشهر. بيقول بالطبيعه بتاعت المصريه اول ما سمعت الاعلان ده موجود في التلفزيون رحت طالع بسرعه على السوبر ماركت عشان اشتري. لما راح هناك لقى طابور كبير قوي واقف. وقف في الطابور قال لي كل الناس دي سبقتني وجايه قبليا. وقف في الطابور عشان يشتري. مع انه عنده في البيت كفيل الشهر. مع ذلك راح يشتري. لقى الناس كل واحد جاي بشنطه معاه كده وصغيره وداخل. بيسالهم في ايه؟ قالوا احنا عملنا دراسه لبيتنا استهلاكي في الشهر قد كده ودي الفائض عني فجبته عشان غيري يستفاد بيه. بيساعد مع الدوله لكن احنا بننهب. كلنا بنجري نشوف الحاجه اللي هي ناقصه دي وكلنا نجري عليها. ماشي. حضرتك حاجة